في المقابلة اللي صارت فيها مشكلة مع يوسف الزواري وانسحب بعدها. محمد وقتها كان الورتين الله يرحمه، علاش ما سمعش كلام، علاش معناتها ما سمعش كلام المدرب وقتها، علاش ما خرجتش الكورة؟ والله شوف، هو كان خرج الكورة ونقولوا احنا كان سيء مشيت صارت الحكاية، اما كان خرج الكورة كنا نقعد واحنا في الريتم اللي هو احنا كنا اقوى قلبا وقالبا اقوى، وشادينها وحاصرينها، عرفت شادين اللعبة في دينا كل. لكن شوف فما الديربي يتلعب على 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 بتيدي تا، الرياكسيون اللي بتيدي تا اللي صارت ما رجعش الكوره، صارت رياكسيون رياكسيون تاع الجمهور والرياكسيون تاع الجوارات، واللين هما عرفتك المظلوم مظلوم وسيء وجاتوا فرصه بالضبط. اي كيف حكيت فيه محمد الدخمان، نحب نعرف حضرتك ما تحكيوش قبل شنو صار في الفيستير من بعد في الفيستير. انت ما حكيت فدي قلت ما في بالك شو كنت في الشبكه و... لا لا هو بالتصوير هذا انت حكيت، احنا في الفيستير شنو صار في الفيستير؟ كي دخلنا احنا دخل يوسف الزواوي، الناس كل ساكته، دخل يوسف الزواوي مشى للورتان يسب في الورتان، سب وسب يسب فيه كريمه، وقلت لك يا اللي بيك يشبيك ما خرجتش الكوره، قلت لك يصيح جروسو مودو ما نجم نكون انا فهمت يصيح ويصيح عليه ويعيط عليه ومعهم برامو مسؤول ولا كذا شبيك واقفين معاه ناس كل فهمت ضد الورتان. الورتاني قالوا والله كان جيني مرة أخرى لا نرجح من الأخر. باهي دخلت أنا ساعتها صارت حكاية، جيت مع الورتان يا خويا توا انا قلت كذا عيطت انا فهمت، قلت احنا في ماتش كذا كذا وانا مش ندخلوا بلبله في روحتي، خلونا اللي صار اللي صار تو سيء. ما عجبتش يوسف الزواوي الحكايه بالضبط الكلها يعني مش علي انا ولا ما عجبتش، قال له وقتي هو اكثر حاجه غاضبته، قال له وقتي والله كان ترجع لعاد الرجح، حتى كان جار جيني واحده اخرى لعاد الرجح. وعليش هو؟ الورتاني ما كيكا كاركتير وكيكا لسعد راهو، شوف نحن لسعد نحبوه الله يرحمه كل شيء فيه نحبوه كيكا فهمت، كاركتير وكيكا راهو اللي يفهمه يعدي له، مي اونترونور ما تنجمش تعدي تو يوسف الزواوي ما نجمش يعدي، انا في بلاصته ما نجمش نعدي، انا اونترونور مهما يكون حتى ما نعديش روحي ما نعدي فهمت، ما نجمش. وهو وقت شاف قال اوكي، قالوا صار هي هكا، قالوا انا ما عادش نبان اي خرج. وعلاش علاش كبش فيها يوسف الزواوي؟ اوكي كانت تتعدى الحكايه. شوف مو ديما شوف الديربي عنده هاله كبيره اعلاميه، ستريس كل شيء، اي جمعه قبل الماتش وجمعه بعد الماتش يعمل لك هاله من كل شيء الدرب مع سخانتها ما نجمش يتحمل. وقلت لك انا راه عنده الحق، والله العظيم عنده الحق، احنا من اللي يكون احنا جوارات انت تطبق، احنا ماهيش تكتيك، هذه ايماجيناسيون تاع جوار وحده وشي راني ضربتها هكا ما ضربتهاش هكا فهمت ولا لا راني عملت لابيل هكا وما يلزمنيش نعمل هكا، اي حاجه البرا من الكوره صحيح ماشي ايماجيناسيون تاع جوار، هذه حاجه خاطئه تابعه حاجه تابعه لونترونور مش تابعتك انت كجوار يعني. جيت مع الاسعد انت وقتها؟ جيت مع الاسعد انا جوار ديما مع صحاب اي راه قلت لك انا قلت لك حتى جوار راني نبدا متغش وما نحبوش وقت اللي نفرح وقت نشوفه هو مثلا في الكور نفرح. اما انت غلط وقتها وانتم غالطين نحن غالطين تعترف؟ لا نعترف احنا غالطين رغم ان انا ما اعترف من وقتها مش من تو، ما جاش الفرصه باش نعترفها علنا من وقتها ما اعترف يعني غلطين غلطتوا في حقي احنا غالطين احنا ساعتها جون. العلاقه كانت متشنجه بين الاسعد ويوسف قبل على ذاك النجم نقولوا لا 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 والله لا انا اجي نعطيك حاجه، الجمعيه هذيك انا جمعيه قويه قوية ياسر برشا سامي كبيرة أقوى فيه. جمعية ساعات أسامة درامان أنا نبيل مساوي صحيح أنا درامان سلامي مساوي الخلفاوي مرزوقي مكشر زعلاني توجاني جوارات وراو البناكة كيف كيف لكن يا ما هزيتو شيء تعرفش قال ما نجمش تهز مع سليم هيا من الاخر ما نكونوا واضحين لكن تعرفش قال السيف الزواوي قال غزر الشريف باللامين قال له ليه تقبل ما عندكش جمعية؟ قال له ما تنجمش تربح الاسبيرونس توا ما
عندك جمعيه وتقول عندي جمعيه وتهز راسك. امم، هكا روا تكستو انا حاضر لها. اي عندنا جمعيه قويه ياسر، لكن الكادر نتاع الشامبيونات ما نجمش تهز فيه، ما ندخلوش في التفاصيل، ما نجمش، ما تنجمش خويا، مانا شيخين جواراتنا وشعبنا وداخلين بعضنا وعاملين جو بين بعضكم. نقول لك اقعد على روحك. تو قلت لي سليم، اما يكون كان تنافس قبل مش حتى على الكلوب. انا ديما نقول تعرف شنو جنيح، انا اقوى اقوى جنيح، اقوى جمعيه ناريت بالاخر. لانه مهما يكون قبل قلت حمد المدب. لا لا قلت لك تو ذاك حمد المدب. تو حمد المدب لانه ما عندوش منافس حمد المدب. يعني شوف الفلوس اللي يصرف فيها حمد المدب ولو انه صار تزليته في الاخر. اللي هي؟ انا صار تزليته، انا نحكي عرف كوره. أي ما عنديش امور ملموسه، لكن انا ناطر من بعيد. انا ما نقولش انا شو نقول. قول خويا الكوره تتلعب في التيران. انا 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 انا, أنا كوارجي امبوسيبل امبوسيبل. شوف تحب تقول ايش تقول؟ راني نعرف ايش تحب تقول. نقول مثلا بين قردين شكون متلوي ما ترباحش الاسبيرونس في الوقت كي تبوس عينيه. كي تلعب نقول لك حاجه، تلعب 20 ماتش بتاتر تتعادل ماتش. ايش هي التزليطه؟ ما ترباحش بين قردين، ما ترباحش. ايش تصير شنو مره ما تصيرش بنزرت، ما ترباحش بين قردين غاديه كيك. شوف راني انا نحكي كور، تحب تتغشش تغشش يا اللي تحكي على يساف الجوني الاخر عن تو فهمتك. ما دخلني في حد شيء انا ولا بنزرت تربح الاسبيرونس ولا كذا. تو فهمتك. انا 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 خلينا نحكي كارت شورت. ما عجبتكش اللي صار؟ خلينا نحكي كارت شورت. الاسبيرونس ناس كل أخص. ان كان القاضي يحكم بالعدل نصف الامه تكره هكا ولا لانه يحكم بالعدل هذا. انت الاسبيرونس تترواتها 50 نقولوا نحن راضيين عليه، يقولوا جمعيه بيرو قوي وتجيب من الجوارات وهذا صحيح. و50 يقول لك راهو بيها ترافيك وكذا وبيه وعليه وفهمت وهذا تحت الطاوله هكا ولا. لكن تويكا ولات 80% يقولوا راهو ترافيك وبيه وعليه وكذا كذا على الفازات اللي صارت الاخراني، و20% يقولوا راهو. اما ما نحكيش من جمهور، انا نحكي على جمهور الاخر. ما نحكيش على جمهور اسبيرونسا شنو يحكي على جمعيته ديما يقول باهي، نحكي على جمهور جمهور الاخر. طول 80 يقول لك خويا فيها ترافيك مادام صارت هكا وهكا وهكا. حتى المتفرج شنو معناها اكثر من قبل؟ انا نحكيك على الفاز اللي صارت الاخراني عم ناول بخلاف معناتها جوست هذيك كهو. اي نحكي على هذيك فهمني انا بالجديد بيه. لا لا نحكي على هذيك شنو صار خرت صارت فوفعه ما تليقش بالكوره في تونس. برشا ما شويت عليهم برشا شبهات صحيح ما تليقش بالكوره. انا ما نحكيش بالتفاصيل. وليد جلاد في تونسنا قال تصريح على ماتش ماتشوه سليمان، قال ما حبيناش نكملوا الثالثين برشا. السعيدين السعيدين يتكلم نصيحة قال نصيحه انا تو مثلا المشكل اللي يتخبى ويتحط في الرفوف معناها انت تو